أهلا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج حوار اليوم. ولدت آيات أبو شمس عام 1984 في مدينة يافا متزوجة وأم لطفل. نشرت قصائدها في مجلة متعان، شحنة وفي منابر أخرى. ترجمت بعض قصائدها للغات أجنبية عدة ونشرت خارج البلاد. صدرت لها مؤخرا مجموعتها الشعرية الأولى باكورة أعمالها تحت عنوان سلة مليئة بلغات صامتة عن دار متعان في تل أبيب ضمن سلسلة البومة التي أسسها الشاعر الإسرائيلي الراحل مكسيم جيلان. كتبت قصائد المجموعة بالعبرية وترجمت إلى العربية وصدرت في كتاب ثنائي اللغة. أهلا وسهلا بالشاعر آيات أبو شمس. آيات، في البداية نبارك لك في الكتاب الجديد مجموعة سلة مليئة بلغات صامتة. حدثينا عن الكتاب بعض الشيء. من أين بدأت الفكرة على سبيل المثال؟ أنا بلشت أكتب إلي أكثر من سنة، يعني بتذكر من أنا صغيرة. أما الكتاب إلي بشتغل عليه 4 سنين يمكن إشي زي هيك. فبلشت أكتب وحبيت الفكرة إنه أنا بكتب يعني كانت محاضرة. الكتاب يعتبر كتاب ثنائي اللغة، صح؟ صح. لغة عربية وعبرية. صح. لماذا اخترت العربية والعبرية؟ أنا اخترت إنه أكتب باللغتين عشان أول إشي لغة العربية لغتي يعني أكيد، عشان أقدر أوصل لكل محل يعني من العرب إنه يقدروا يقروا الكتاب شاتي. وقررت إنه أكتب كمان باللغة العبرية إنه أنا كتير برتاح أكتب باللغة العبرية وعشان أقدر أوصل كمان ناس اللي بيحكوا عبري وبيقروا عبري، يعني بدي أوصل أكتر ناس اللي بيقدروا يعني يقروا عربي وعبري لو بالمستقبل حتى أكتب بكمان لغات بكتب وليش لا. تتحدثين عن اللغات، هل شاركتي بترجمة القصائد أو على الأقل راجعتي ترجمتها، القصائد التي ترجمت لك بشكل أكيد حال. ترجمة القصائد خلود تنوس، وأكيد كنت أنا يعني باتصال معها تبعت الترجمة، كل قصيدة رجعتها ومرأت عشان أفحص أنتبه إذا أنا قصدت هيك بهذا ولا ما قصدتش هيك الحكي، أكيد رجعت طول الوقت. متى بدأت مسيرة الكتابة عندك أو الشعر؟ كيف بدأتي في الكتاب؟ بدأت وأنا بالمدرسة، دائما كنت أكتب، يعني دائما كنت أحب إنه أعبر عن حالي عن طريق الكتابة، بحب أكتب عن طريق الكتابة تقدر توصل لأ كتير أشياء. يعني منذ الصغر كنت تعرفين أنك من صف خامس سادس كنت أحب دائما أكتب. حدثينا عن العمل المشترك بينك وبين يوسي كرونوفسكي رئيس دار نشر متعان. يوسي تعرفت عليه قبل يمكن 6 سنين 7 سنين، جيت عنده قلت له انه انا بعرف يعني بحب اكتب وهيك، بلشنا نكتب، بلشت يعني دائما كان يساعدني نكتب كنا نكتب بالعبري وكنا نترجم، كنا كمان يعني نجرب نوصل كتير محلات. قبل ما جربنا نكتب الكتاب جربنا يعني كتير نكتب بمحلات غير عن هيك زي بمتعان، جربنا نكتب ولقيت هذا الاشي يعني بنجح، في ناس بيسمعوا صوتي، في ناس بيحبوا انه يسمعوني. اجت الفكرة انه نعمل كتاب وياسي كتير ساعدني. عند بدأت الكتابة في الصغر، دعنا نقول بدأت الكتابة في العبرية ام في العربية؟ بدأت الكتابة بالعبرية وبالانجليزي وليس بالعربي. بالعربي كان لي شوي صعب بالعربي، تعلمت أنا بمدرسة فرنسية شوي أصعب بالعربي عندنا، يعني بعدين العربي لغة كتير صعبة وعالية يعني زي فصحى هيك، العبري كان لي أسهل. أنت تتحدثين عن الصعوبات في اللغة العربية. صعوبات في اللغة. اللغة العربية هناك من يقول بأنها تعاني من إشكالية ثنائية اللغة، يعني بأن هناك بأن العربية تحمل في طياتها الفصحى والعامية في نفس الوقت. صح. ما يزيد من التركيب والصعوبة في العربي والفهم ذلك من قبل العربي أو الأجنبي. هل دخولك خطوة الكتابة بالعبرية يزيد من طبقات أو تركيبات اللغة؟ يعني حسب رأيك هل إنه سهل عليك يعني إنه تكتبي في اللغة هيك وهيك من إنه لغة فصحى؟ أكيد عربي. أكيد بيسهل هذا الإشي إنه واحد يكتب بس باللغة الفصحية، هذا إشي بالنسبة لي يمكن رح يخد لي سنين قبل ما هقدر أكتب.
أما هذا الإشي بلاش يسهل إنه شفت ترجمة برضو بلغة حلوة، كيف ما ترجمتها خلود وساعد كمان بالترجمة غنايم سيد طيب غنايم، وشفت إنه بينفع، مش إشي يعني كتير 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 صعب إنه واحد يكتب بالعربي، بينفع واحد يكتب بالعربي مش كتير فصحى. أنت قلتي بأنك بدأت الكتابة بالعبرية صح. والإنجليزية صح. هل درستي في مدرسة إسرائيلية أو مدرسة أجنبية؟ هي مدرسة فرنسية درست بيافا. ولم تتعلمي العربية هنا؟ كنا نتعلم عربي، العربي اللي كنا نتعلمه أقل من العبراني من الفرنسي، يعني كنا نتعلم حصة واحدة باليوم عربي، هذا زمان. هلأ تطور العربي عندهم بهالمدرسة وصاروا أكتر يعني يحكوا أكتر بالعربي ويتعلموا يعني أكتر عربي. يعني لغة التدريس كانت فرنسية؟ فرنسية صح. يعني أنت تتحدثين الفرنسية؟ أكيد فرنسي. حاولت كتابي بالفرنسية أيضا؟ قليل جدا جدا، أكثر بالإنجليزي حوالي. أي لغة أكثر تجذبك إليها، العربية عبرية إنجليزية أو فرنسية؟ العربي والإنجليزية، يمكن من ناحية صعوبات شوي أصعب لي بالعربي، بس بفكر إذا تبعت هذا الإشي أكيد بصير كمان أكتب بالعربي، أنا متأكدة. يعني أنت تحاولين الآن؟ أكيد بحاول، يعني صرت أقرأ كمان أكثر قصائد بالعربي. أنت الآن ماضية في مسارك الأدبي، ما هي طموحاتك في هذا المجال؟ لو بقدر أوصل لكل العالم يسمعوا صوتي كلهم، يعني إيش أنا بدي أنهي الرسالة، أنا بدي أوجه إنه يعني عن طريق الكتابة بنفع واحد زي الرسم، يعني الكتابة إنه بنفع، فيش إشي اللي بنحدده، يعني بتقدر تكتب إيش ما أنت بتحس من جواتك، مش لازم واحد يطلع بأي لغة بأي هيك، يعني بس من جوا يسمعوني أنا إيش ما أنا بدي أحكي. كما نتحدث الآن عن مكانة المرأة العربية وأنت كاتبة، هل كان لهذا الأمر دعنا نقول حيز في مسارك الأدبي بأنك كونك امرأة؟ أنا شفت أنه كتير حبوا وكتير احترموا هذا الإشي، يعني لقيت فيه هيك بوش أنه كأنك امرأة عربية من يافا أنه كتبت كتاب وكتير عجبهم. بقول إنه المرأة يعني العربية مش دائما بنفع الصوت هاي نسمع لطول الوقت، بالتالي عن طريق الكتابة بنسمع أكتر واحدة حسها، أنا هيك بفكر يعني عن نفسي أنا. وهل حسب رأيك اليوم هناك أكثر نساء عربيات يدخلن هذا المجال، مجال الكتابة، مجال الشعر، مجال الأدب؟ أنا رح أساعدهم إذا مش رح يكون. بس حسب رأيك هل أنت في هذا المجال هل تلاقين أو تصل؟ بلشوا. يعني في وعي فيه أكثر فيه الكتابي صح والأدب في أكثر، وزي ما قلت لك أنا رح أساعد بهذا الإشي. هل يمكن أن نرى لك عملا أدبيا عبريا فقط أو العكس عربيا فقط؟ بفكرش مرة رح أكتب بلغة واحدة فقط، يعني بحب أكتب أكم من لغات عشان أقدر أوصل لأكم من ناس إنه بيحكوا أكتر لغات، يعني إشي واحد عبري فقط أكيد لا، عربي فقط يمكن. الكتب التي قمت بنشرها من ناحية الإقبال أو دعنا نقول استقبال هذه الكتب، أين كان هناك أكثر إقبال، في الوسط العربي أم في الوسط بيافا كان أكثر بوسط العربي، أما بكله كان أكثر لهلأ يعني أكثر بوسط العبري. وهل هناك هل لك تعامل مع كتاب من الوسط العبري؟ يعني يعرفون من أنت تكتبين في اللغة العربية والعبرية؟ بالعربي برضو بلشت، لأنه شوي بالعربي شوي أصعب، يعني إنه يمكن شوي أصعب هون عشان إحنا عايشين هون يعني، بس شوي شوي بنبلش. وما هي المواضيع أو ما هي المواضيع التي تكتبين عليها؟ سياسي، حب، غزل؟ في أكيد حب، في أكيد أكتر إشي بحب أكتب على المحل اللي أنا عايشة فيه، يعني عن يافا، عن أهل يافا، على الأشياء اللي بتصير يعني من حولنا، إيش بيصير، كيف أنا بشوف هدول الأشياء، الإشي اللي أنا بدي يسمعوها. في كمان أشياء يعني حب، غزل، وأشياء عني أنا نفسي كامرأة يعني عربية كأم. يعني أكثر التفاصيل الصغيرة في يافا، التفاصيل الصغيرة داخل في كمان المجتمع. تفاصيل صغيرة وكمان تفاصيل كبيرة عن إيش ما بيصير بالمجتمع، عن كيف أنا بقدر أصلح هذا الإشي، مش دائما بقدر بس بجرب، يعني عن يافا وغير عن يافا برضه، كيف ما إحنا عايشين هنا بإسرائيل كعرب، إحنا كيف عايشين هنا، إيش هي اللغة شيتنا، إذا هي يعني نقدر نحكيها يعني بدرها صامتة ولا نكمل يعني يسمعونا. هل أنت تحدثتي عن رسالة قبل قليل، هل لديك رسالة أيضا للنساء العربيات هنا في المجتمع العربي، حتى لو كانوا كاتبات أو لم يكن كاتبات، كامرأة عربية؟ إنه تكون قوية، تكون قوية وتكون يعني هيك إشي بتفكر فيه إنه تعمله ما تخافش، مش لازم تخاف،
تعمل إيش اللي بدها إياه لنفسها فيه. وانت خلال لقائك مع في هل قمت مثلا بقيام بعرض كتابك في محلات عربية أو في محلات إسرائيلية؟ بمحلات إسرائيلية بتل أبيب وهيك ندوات يعني. وكيف كان كيف الجمهور؟ كتير حبوا، كتير حلو كان يعني. حسيت قديش بتعرف، حسيت مرات انه بيطلعوا كيف واو عربية كتبت وهيك يعني. بس لازم مش لازم يكون هيك، لازم يكون انه قد ما اكتر احنا صح بنكتب، العرب مرة عربية بتكتب، بتظهر، بتطلع بتقول ايش، بتفرجي صوتها، بتحكي، هيك لازم يكون يعني. داخل المجتمع اللي بتعيش فيه، البيت، حتى البيت اللي، هل هناك دعم من قبل زوجك، من قبل العائلة؟ أكيد دايما في دعم يعني، دايما بدعموني، دايما بحبوا إنه يشوفوا قديش هذا الإشي يعني مهم، إنه واحد يقول صوته وين ما إحنا عايشين، إنه مش هالقد سهل يعني، بس إنه واحد إنه يقول صوته. في عندك إشي تقدر تقرير نياته؟ أكيد بقى اللي نقيت أقرأ، اللي هي المجموعة اللي كتبتيها، سلة مليئة بلغات صامتة. هذا الاسم شت الكتاب، هو موجود بقصيدة أنا كتبتها اللي هلا بقرأها. أحمل الكلمات التي لم أتعلم بعد، لغتي تغرق، إني أهتاج كالبحر في يوم شتوي، عاجزة عن استياد أي كلمة في حلقي، أرفع صوتي كالصنارة مع لساني، أرفع سلة مليئة بلغات صامتة كالأسماك، أضعها على رخام في مطبخكم. هذه القصيدة كانت في البداية في العبرية. هي انكتبت في العبرية، وهي هاي القصيدة اللي بتفتح الكتاب يعني، أول قصيدة. أنا بفكر اللي بيقرأ هاي القصيدة بيقدر يعني يشوف كل إيش ما أنا بفكر فيه. يبدو بأن هل اللغة العربية لديك هي اللغة الصامتة؟ واحدة من اللغات. هل هناك لغات أخرى صامتة؟ كمان العبري بتتسمى لغة صامتة بالنسبة لي. مرات بحب إنه تكون هيك شوي. لماذا اخترتي هذه القصيدة لكي تكون الفاتحة لهذا الكتاب؟ عشان هي يعني هي بتفسر عن كل إشي بالكتاب. أنا هيك بحس يعني، عني أنا، عن لغتي، عنهم هم، عنا إحنا يعني. اللي بيقدر يطلع يقرأ جملة جملة ببين كل إشي، حتى عن البحر اللي حطيته اللي هو ما أنا ساكنة يعني قبل داري يعني، حطيت كل أنا بهاي القصيدة يعني. وأنا كمان هم. هل ترين بأن هناك أزمة هوية، دعنا نقول، بين العربية الفرنسية والعبرية؟ يمكن نص نص يعني. بماذا تشعرين أكثر براحة أكثر في الكتابة؟ بالكتابة بالعبري. بالعبري أكثر، حتى لو أنك درستي في الفرنسي، حاولت الكتابة في الفرنسي؟ بالفرنسي قليل جدا، عن جد قليل جدا. برضو صعب الكتابة بالفرنسي. الفرنسي برضو لغة كتير قوية، مش زي العبري أو الإنجليزي. العبري والإنجليزي لغة هيك اللي أسهل من تكنيكا تقنيات. أنت تكتبين في العبرية والإنجليزية أيضا، ليس فقط في النطاق المحلي، أيضا ربما لكي يسمعوا صوتك. أكيد هذا اللي قلته من الأول، إنه أنا بدي أكتب يعني. هلا أنا كتبت بالعربي وبالعبري عشان يسمعوا صوتي، أما إن شاء الله بالمستقبل راح أكتب كل لغة أنا بعرفها يعني، كل لغة تعلمتها أنا، فرنسي، إنجليزي، إسبانيول، بقدر أكتب. ستحاولين الكتابة عبر هذه اللغة يعني. وحاولت. وهل نجحتي في مثل في جميع اللغات كالعبرية والإنجليزية؟ لا لسه لا، بس لازم أكيد يعني أجرب أكتر، لازم أكتب أكتر، الإشي بيجيش هيك. أريد أن أذهب بك إلى السياسة. هل تكتبين على السياسة؟ السياسة شوي أقل يعني؟ أقل. بجرب أكتب إنه يكون يعني بيقدروا يقروا ويفهموا إنه مكتوب على السياسة، بس مش هيك يعني دغري إنه يقرأ دغري، إنه بيتفهم إنه هذا على السياسة يعني بالطريقة الرمزية غير مباشرة. بالرمزية أكيد، بالرمزية. لماذا لا تكتبين بصراحة واضحة عن السياسة؟ أنا نفسي بحبش إنه أعمل أشياء سهلة، بحب إنه الإشي حدا يقرأ ويفكر عليه، بحبش إنه إشي قريته أوكي فهمت عن ايش وخلاص، لا بدي اكتب اشي يعني بالرمز أكثر عشان اكتر ينبطن يفكروا فيه اكتر، انه يوصل اكتر، لانه اشي انه
هيك بحيك أنا بحب. هل تعتقدين بأن الكاتب أو الكاتبة يجب أن يكون من فوق السياسة؟ الكاتب والكاتبة أكيد لازم يحط كل إشي عشان أو يكتب إيش ما هو بحس، يعني غير عن السياسة عن كل إشي. ولماذا تحاولين دعنا نقول تبطين السياسة وليس كتابتها بشكل واضح؟ مرات على الحب برضو بجرب أبطني مرة. يعني هذه طريقة، هذا نمط نمط كتابي. يعني في قصائد اللي تنفع بس إذا واحد عملها بالرمز، يعني إذا بتجرب حتى تكتبها هيك بتحسها صارت سيمبل. بجرب إنه ما تكونش. باختصار، من هو الكاتب الذي أثر عليك أو الكاتبة الذي أثروا عليك بشكل خاص؟ ماكسيم جيلان. أوكي. آيات أبو شمس الكاتبة من مدينة يافا، شكرا جزيلا لك. وبهذا أعزائي المشاهدين ننتقل إلى حلقة أخرى من حوار اليوم، شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.